رانا على اختياركم راديو اصوات ومرحبا بكم معنا في حصه اليوم من برنامجكم لكل اسره. واليوم غادي نتكلموا على فليو، هاد العشبه اللي حنا كنستعملوها كمغاربه في التداوي وايضا كنشربوها مع اتاي اولا مع الحليب. فشنو الطريقه الصحيحه لاستعمال هاد العشبه والمكونات ديالها؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه رفقه الدكتور عماد ميزاب. دكتور عماد السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك دكتور عماد. طيب ملي كنتكلموا على فليو كعشبه، شنو المكونات ديال هاد العشبه هذه والفوائد ديالها؟ فاول حاجه خصنا نفهموا هو فليو من العائله ديال النعناع، اذا نفس العائله كتسمى لي لامياسي. هاد العائله هذه الكبيره اللي عندها واحد المزايا، عندها فوائد كبيره. فليو ولا لامونتبوليو بالفرنسيه، ولا ما يسمى باللغه العربيه الغبيره، ولا الفوليه او الفوليه، هذا هو الاسم ديال العربي. نبات من النباتات اللي كان كيتستعمل في الطب العربي بزاف، كان كيتستعمل منذ القدم في بزاف ديال الامور. فيه واحد المكون الكيميائي اللي سميتو البولاغون. هذا المكون الكيميائي عنده المزايا انه مضاد للطفيليات، مضاد للفيروسات، كيقوي المناعه، كيعاون الذات او كيعاون الجهاز الهضمي. غير هو دائما كيخصنا نستعملوا هذه المواد هذه، نستعملوها بالحذر، لان خاصه فليو. فليو او هذه الماده البولاغون اللي عندنا في فليو حساسه بزاف او كثير، يعني شديده التفاعل، بحيث انها اي حاجه كتدخل معها في تفاعل كيمكن تاثر عليها يا ايجابيا يا سلبا. مثلا اول غادي نمشيو باول ناس كيضرهم الفليو وكيمكن يؤدي للوفاه ديالهم، هما الناس اللي فيهم الضيق. اذا الناس اللي عندهم الربو، علاش؟ لان هذا البولاغون هذا اللي هو هذا الغاز هذا اللي كيطلع كيتقل على الريه وكيعمر دوك الشعب الهوائيه وكيمكن يعطينا مشاكل او مضاعفات في الجهاز التنفسي اللي كيمكن يؤدي للوفاه، لان كيكون اختناق. هذا الشيء اللي هضرنا على الكبار، كنهضروا على الصغار اللي هما مهددين اكثر، لان بزاف ديال الاخوات ملي كيمرض الوليد ولا البنيته صغار كنمشيو اول حاجه اش كيديروا، او كيمشيو اول حاجه شنو كيديروا، كياخذوا نص معلقه صغيره مثلا، ولا كياخذوا واحد المعلقه ديال فليو وكيخلطوها مع الحليب سخون وكيعطيوها لهم يشربوها. وكتلقى الوليد ماله، فعطم انه يبرى كيولي عنده اختناق، كيبدا كيكحب بزاف، كيعرق بزاف، كيصهد بزاف. وفي بعض الحالات الدري حتى الا كان، او البنيته الا كان عندهم مشكل في ضيق التنفس وعطيناهم فليو، حتى الا كان هذاك المشكل كان يتحل ويولي مشكل بسيط، كنوليو في مشكل اصعب. وفي بعض الحالات كيمكن يتطور في ربو، يعني في الضيقه، ويعطينا مضاعفات كبيره. هذا من جهه. الناس كذلك اللي عندهم مشاكل على المستوى ديال الكبد، فهو كيأثر على الكبد، علاش؟ ذاك البولاغون شويه مكون اللي صعيب واللي ما يمكنش الانسان اللي عنده الكبد يستحمله، وكيمكن ياثرنا على الكبد وكيمكن يعطينا واحد المضاعفات كبيره على الكبد. وفليو كذلك ما كيتخلطش مع الادويه، لانه كيرفع من المفعول ديال الادويه 4 حتى 5 ديال المرات، وهنا كيمكن نوقعوا في مشاكل. مثلا الادويه ديال داء السكري، الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم القلب كذلك، والناس اصلا اللي عندهم القلب راه كيكون عندهم، واللي عندهم مشاكل ديال الطونسيون طالعه او الضغط مرتفع. ملي كياخذوا فليو كيطلع الضغط اكثر من القياس، وهنا كيمكن ياثر عليهم. مثلا لا قدر الله الشعيرات اللي كيكونوا في الراس انهم يقدروا يطرطقوا، لان كيكون الصبيب عالي. في بعض الحالات كيمكن يسبب لنا الشلل. فالتعامل مع هذا النبات هذا ضروري اننا نتعاملوا معاه بطريقه سليمه. احنا هضرنا على النبته والعشبه، فهنالك كذلك زيوت اساسيه من هذا النبات اللي كذلك خطيره جدا. عندك الزيوت وعندك اننا نطبخوه. الانسان بغى مثلا فيه الرواح ولا فيه الحمى، وشنو كيمشي يدير؟ كيدير مثلا داك الحمام اللي كيغلي فيه هذه النباتات وكيدير واحد الفوطه وكيشمها. فإلا دارها بفليو كيكون الاختناق الكامل، لان فليو قلنا ثقيل وفيه غاز ثقيل، فمجرد ما كيستنشقوا بصعوبه انه كيمكن له يتخلص من هذا الغاز هذا اللي كيخنقه، وهنا كيعطينا مشكل.
طيب دكتور عماد، بغيت نذكر المستمعات والمستمعين أنهم ممكن يتواصلوا معنا ويطرحوا علينا الأسئلة ديالهم، وأذكر بالرقم 0522 77 24 24، أو لصفحتنا الرسمية عبر الفيسبوك لكل أسرة ممكن من خلالها تواصلوا وطرحوا السؤال ديالكم على الدكتور عماد ميزة. طيب دكتور عماد، بزاف الأخوات كيسولوا شكون هما الناس ولا الأمراض اللي يعني الناس اللي عندهم بعض الأمراض ما خصهمش يستعملوا في اليوم. فقلنا الناس اللي عندهم ضيقة، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي كاملين، الناس اللي عندهم الضغط مرتفع، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد، فما خصهمش يستعملوا هاد. والاطفال كذلك، الاطفال اللي قل من 5 سنين نجنبوا نعطيهم هاد الماده هذه، يعني ما نعطيوها لهمش نهائيا، لانه نعم. كيف ما قلنا يعني اصلا حنا قلنا الدراري الصغار ديما كتاكد عليها اقل من 5 سنين ما عندهمش العشب، لان الكبده ديالهم كتكون مازال في طور تكوني. كدكتور عماد، صحيت فليو اصلا هاد فليو راه كيتستعمل للتعطير بزاف ديال المواد الغذائيه، التعطير عطور، يعني باش كنديروا في العطور باش كيحيد لينا واحد الروائح معينه، هنا كتشوف الجهد ديال هاد الماده. طيب دكتور عماد، كاين فليو اللي هو تيكون خضر طبيعي، وكاين الفليو اللي تيكون مجفف، وغالبا اللي كنستعملوا طوال السنه، واش كيكون التركيز ديال المواد اكثر في المجفف؟ طريقه التجفيف، يعني الا جففناه بطريقه سليمه وهذه راه اكيد كيحافظ على المكونات ديالو. وعلى ديك الطريقه السليمه، ايضا السؤال ديال سميه وديال نصر الله وديال الاكرام، شنو الطريقه الصحيحه لتجفيف الاعشاب؟ حنا نركزوا اليوم على الفليو هو الموضوعنا. ف نديروا حلقه نهضروا فيها على القضيه ديال التجفيف. فليو نعم غادي نعطي فليو، هذا من الضروره اكيد. ففليو كناخذوا الربطه ديال الفليو وكنعلقوها في بحال شكل مقابض، كما كنديروا المقابض ديال النشير هكا، كنديروا ديك النبته فوق واحد الخيط اللي كيكون نقي، وكنخليوه ينشف. ما تكونش غير في الشمس، تكون بعيده على الشمس شويه، يعني تكون واصله غير السخونيه، ولا منين يسالي الفران، يعني السيدات اللي عندهم الفران كيطيبوا فيه، منين يساليوا الطياب ديال الخبز يطفيوا الفران ويخشيو النباتات فيه باش يبسوا. طيب دكتور عماد، نستقبلوا الاسئله المستمعات والمستمعين من بعد الفاصل، خليكم على اصوات 22 77 24 24، دائما على راديو اصوات او لصفحتنا الرسميه عبر الفيسبوك لكل اسره. غادي ناخذ اول سؤال ديال عبد الله اللي كيقول لك شي وصفه لتخليص الجسم من السموم. ملي كنتكلموا على وصفه لتخليص الجسم من السموم دكتور عماد، فنحن كنشوفوا هذه الانواع ديال عصير ديتوكس، عصير فيه الخيار، أكيد. عصير فيه الحامض، عصير فيه هذه، كنسمعوا هاد العصير اللي فيه بربه، تفاحه، الكرافس، طحنوه الصباح وشربوه كيصفي. فشنو هي الطريقه اصلا صحيحه لاستعمال هاد الوصفات؟ واش انا نشرب عصير باش نصفي وسط النهار كندير بزاف الاخطاء في التغذيه ديالي؟ اكيد، اصلا التصفيه راه فيها وفيها، راه ماشي اي حاجه كتلقى فيها، حيت كاين بعد الاخوان او الاخوات اللي كيدخل للانترنت كيلقى الوصفه السحريه للتخلص من سموم الجسم، كيلقى فيها واحد 10 ديال المكونات ولا 3 ولا 4، ولكن خص كل مكون نعرفوه، خص كل مكون نعرفو فيه القيمه ديالو اللي غتنفعنا واللي غتضرنا. اييه، وخص كل مكون نعرفو شنو هما الابعاد اللي استعملناه اكثر من القياس ديالو واستعملناه مده طويله. فالحامض زائد سكينجبير زائد النعناع، الحامض فيه لاسيد سيتريك اللي خصو يتخاد بحذر، هذا من جهه، كنزيدو السكينجبير اللي فيه ماده لازينكبيرين، هذه الماده هذه اللي هي مركزه وكتزيد من الحموضه ديال التات. والابعد من هذا هو كنعطيوهم المنطول اللي كاين في النعناع. المنطول اش كيدير؟ كيمشي للمعده ديالنا وكيحل ليها الفم ديالها، كيوسع. من هذيك الفتره اللي كنشربوا، علاش كنقولوا دائما اتين بعدوا على الماكله. هو مفيد للذات، ولكن ملي كدير فيه النعناع المعدة ديالنا كتحل وكيولي هذاك لاسيد كثير. اذا نردوا البال لهذه المساله هذه. ومساله اخرى اللي ولات دابا واحد الظاهره واللي شاعت كثير، هو البصله والثومه. فهادو كلهم مكونات كبريتيه، مكونات اللي خصنا ناخذوا الحذر في الاكل ديالهم. ديتوكس طبيعي غادي ياخذ معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، يخلطها مع كاس صغير ديال الماء مغلي، ويشربوا كل صباح نص ساعه بعد الفطور. طيب واضح الامور، واذكر بالرقم ديالنا 0522 77 24 24. عندنا سؤال ديال اخت رياح اللي كتقول لي عفاك، بالنسبه لزيت الحلبه لتسمين الوجه، بغات تعرف رايك دكتور عماد في هذه الوصفه هذه.
لا تستعمل نهائيا. انا دابا تكلمنا عليها اكيد لانها كتحرق البشره ولا تريغوني اللي فيها كتجري الدوره الدمويه في ديك البلاصه، كترفع الحساسيه، كتحرق البشره لان اصلا هي فيها واحد الماده اللي كتحيد لنا ديك البشره اللي كتعطينا الوقايه، فنحاولوا نتجنبوه. طيب غادي ناخذوا بشرة من مدينه الصويره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك بشرة؟ بخير الحمد لله. اختي كديره انت؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. كبير الدكتور عماد كلشي بخير الحمد لله اختي الله يبارك فيك. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي خويا بغيت نسولك على هاد النعناع الملقم، ياك كيقولوا لي دابا لا فليو ماشي نعناع ملقم، هذاك الفليوي، هذاك النعناع الفليوي بوحدو، هذا فليو كيكون بوحدو فليو. الزوج ديالي عنده الضيقه وانا عندي الحساسيه، يعني ماشي مشكل واش زعما نشربوه ولا لا؟ واكيد الا عندكم الضيقه فما تشربيش فليو، لان قلنا كياثر على الصدر وكياثر على الريه، كيعمرها حيت فيه هو بحال واحد الغاز اللي ما كيتشافش وكيمشي الريه كيبقى معمرها، وهنا كيمكن يعطينا الاختناق ويعطينا مضاعفات بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم المشكل ديال الضيقه. شكرا. بغيت نسول واحد جوج اسئله اخرين اذا كان ممكن. يلا تفضلي. بنسولك على البنيه ديالي، عندها 3 سنين ونص وخرجوا لها شي بحال شي كسره هكا في الوجهين ديالها تحت عينيها وفي النف ديالها. ودرت لها غير زيت اللوز وما عرفتش شنو ندير لها. زعما شحال وعندها هذا المشكل هذا؟ يلاه دابا يلاه شي 4 ايام هذه باش بان لها المشكل. فاختي خصك تشوفي الطبيب لان يقدر يكون هذاك المشكل كزيما، تقدر تكون بدايه صدفيه، يقدر يكون بزاف ديال الامور. فهمتي؟ وخاصه البلاصه اللي تحت العين شويه كتكون حساسه وكيخصنا ناخذوا الحذر في الاستعمال ديال بعض المواد. ياك صافي تفهمنا اختي. من قبيله وهي كتقول لي سولي الدكتور عماد، سولي الله يخليها لك. الله يخليها لك وان شاء الله الله يشافيها من كل اذى. ان شاء الله ان شاء الله. عافاك اخويا، نسولك غير على الزيت ديال الزيت ديال العظم ديال المشماش. انا مشيت للبارافارماسي وقالوا لي كاين الزيت ديال نوار المشماش ماشي العظم ديال المشماش. واش بحال بحال؟ نوار المشماش؟ الزيت ديال نوار المشماش ماشي العظم ديال المشماش، زعما واش هو نيت ولا لا؟ علاش بغيتي علاش بغيتي الوصف؟ غير نتكتي في الرموت وانا عندي الحساسيه في عيني، زعما واش ممكن نديرو؟ شوفي غديري خذي ديال الحبه السوداء صافي، خذي زيت الحبه السوداء. نعم. ماشي الشانوج صافي؟ صافي وهني. نعم. راسك من هادشي كامل. خذي شويه منها ودهنيها على الحاجب ديالك وان شاء الله يكون خير. يكون خير. غادي ناخذ فاطمه من مدينه مراكش. اهلا وسهلا فاطمه. فاطمه السلام عليكم. طيب ناخذ نهى. نهى اهلا وسهلا. اختي عافاك بنتي مع الدكتور؟ اه هو معك اختي مرحبا. عافاك يا دكتور، بنت نسولك انا ماشي في الموضوع ديالكم. يلا تفضلي شنو السؤال ديالك؟ وقالوا لي درغموز زوين الكيس. اشنو عندك؟ كيست. عندي الكيس. وقالوا لي درغموز زوين الكيس. شكون اللي قال لك؟ شكون؟ انا ما بغيتش نديرو، قلت نسولك. لا ما عندي ما زال كاع، بغيت نعرف شكون اللي قال لك خذي الدغموز. هذه اللي قالتها لي قريبه مني شويه. ايوا هي شوف هي تقدر تكون بحسن النيه فهمتي، قالت لك هذه المساله هذه والدغموس راه هضرنا عليه، وانت دابا ملي سولتي راه اذا عارفه بان الدغموس. لا راه فين واحد البرنامج وقلت نسولك غتاكد لي انت يا دكتور عرفتك. واخا غير قولي لي الكيست فين بعدا كاين هذا الكيست؟ واش في السنان ديالك ولا في؟ مع الطبيبه وعطاتني دابا الدواء. لا غير الكيست واش في الرحم ديالك ولا في الصدر ديالك؟ لا في الرحم. في الرحم اييه. ومشيتي شفتي الطبيبه؟ عطاتك بعض الدوايات؟ اييه. فاش تبعي هذوك الدوايات وخطيك من الاعشاب. تفهمنا؟ اذا كان ممكن وصل من عندك المساعده. المساعده كتعرفين يعني ملي كيكون شي حاجه فيها الكيست او شي حاجه ديال تغيرات هرمونيه فهنا كما كنقولوا كنبقاو متبعين مع الدواء. علاش؟ دابا واخ باش هانتي شوف خذي واحد القاعده اختي في راسك ياك، انت يا وكاع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الكيست، ممنوع استعمال الاعشاب بالنسبه للسيده اللي كيكون عندها الكيست. كيكون عندها اضطرابات الهرمونات، اضطرابات العاده الشهريه، اي حاجه كتعلق بالهرمونات ممنوع استعمال الاعشاب. لا زريعه الكتان ولا شي زريعه اخرى ولا زريعه الحرير ولا شوف جميع انواع كيف ما بغات تكون هذه السميات، ممنوع منعا كليا استعمال الاعشاب. علاش؟ لان الهرمونات كيوليو هنا فيهم اضطراب، اذا كيخصنا نبقاو غاديين معاهم بشويه بشويه حتى كيتقادوا، لان اي غلط كيدار كيتخربق الهرمونات
وكيأثروا لنا على الصحة ديالنا وكيمكن يتضاعفوا ويسببوا لنا سرطان. إذن هذا هو علاش كنتفاداو الأعشاب، لأن الأعشاب في بعض الحالات كيمكن تطور لنا الحالة ولا تحول لنا الحالة من حالة حميدة إلى حالة اللي كتكون خبيثة. طيب واضحة الأمور دكتور عماد، غنأخذ حليمة من تمارة. السلام عليكم. السلام عليكم أختي. مرحبا بك حليمة، تفضلي. السلام عليكم، كنسلم على الدكتور عماد. مرحبا بك أختي، شو السؤال ديالك؟ دكتور عافاك، بغيت نسولك على عندي بنتي فيها الحنيشات ديال السيدة. أيه. وما عرفت شنو ممكن ندير لها، ومشكل ديال القامة ديال الطول، كنت سمعت داك زيت العرض. ومشيت بغيت ناخذه وقالوا لي ما كيتشربش. زيت الأرز، شجرة الأرز. إذا أنت لقيتي الزيت ديال، لقيتي الزيت ديال سميتو. مشيت للبارا فرماسي. نعم، حيت عندهم زيت ديال الجميل، حيت الكوميستيبل يعني الزيت الذي يؤكل بوحدو، ديال الجميل كيكون بوحدو، ماشي قضية هو ما كيتكالش. كاين فرق، فهمتي؟ غير هو في طريقة الجواب كنجاوب واقيلا كما كنقولوا حنايا ماشي جواب صحيح. غادي كان خاص تقول لك كاين زيت الأرز ديال الجميل، وكاين زيت الأرز الذي يؤكل كوميستيبل، اللي كيكون صحي واللي ما كيأثرش على الدهن، هادشي اللي كاين. شكرا دكتور. بالنسبة للحنيشات، الحنيشات واخا درتي لها شي حاجه، خديتي لها شي دواء؟ كتاخذ الدواء ولكن كيعاود يرجع ليها، كتشربوا بحال دابا 15 يوم عاد كتعاود تشربوا. واخا قولي لي الطريقه ديال استعمال ديال الدواء. كتاخذ ديك البواطه كتشربها بحال دابا شربتها اليوم الفطور، بايام كتعاود تشرب الاخرى مورا الفطور. لا قبل الفطور. قبل الفطور شحال كتخلي الوقت؟ ما عرفتش. يمكن مباشره ملي كتشربوا كتفطر. ايوا شاوا هو انت دابا بيني وبينك، دابا انت دابا دوك الطفيليات اللي هما دوك الحنيشات ياك. دابا انت مثلا غادي نخيرو، كنقول لك واش تاخذي البسطيله ولا غادي تاخذي واحد ثلاثه ديال اللوزات، غتمشي للبسطيله. هادشي باين ياك. فشوف حتى الحنيشات بحال هكاك، اذا علاش اننا كنخليهم يجوعوا واحد الساعه دابا دابا كتفيق البنيته على الريق، كتشربي لها الدواء وكتخلي دوك الحناش يجوعوا ساعة حتى لساعة ونص. علاش؟ باش كتخوى الكرش نهائيا، ما كيلقاو ما كياكلوا، كياكلوا الدواء وهنا كيموتوا. واخا دكتور. إذا ديري على بهذه الطريقة وإن شاء الله ما يبقاوش عندك. شكرا، الله يجازيك بخير. مرحبا بك حليمة، غادي نواصلوا معكم من بعد الفاصل، خليكم على أصوات. مواصلين معكم اللقاء مباشرة من راديو أصوات 0522 77 24 24، أولا صفحة البرنامج عبر الفيسبوك لكل أسرة. مرحبا بأسئلتكم. دكتور عماد، عندنا السؤال ديال حنان اللي كتقول لي بنتي في العمر ديالها 6 سنين ونص، العام اللي داز جاتها بوشويكات ديتها للطبيب ديال الأطفال، ولكن من بعد بقاو فيها داك لاطراس ديال الحبوب في وجهها بحال الحفيرات. البنيته اليوم بحال تعقدت، كتقولها علاش أنا في هادشي في وجهي، فبغات شي وصفة للمساعدة. البنيته 6 سنين ونص، فتخلي بعدا البنت البشره ديالها تكون، لان 6 سنين ونص باقي البشره ما عطاتناش ومازال تغير. اكيد، حيت مازال ما عطاتناش كما كنقولوا حنايا الشكل الاخير. اذا تخليها، لان اصلا باقا صغيره. البشره كتكاثر، وفي هذا الصغر هذا ان ترميم البشره كيكون اسرع، فانا تحاول ان ما دير لها حتى شي حاجه لوجهها، يعني تخليها، لان يمكن يعطيها مضاعفات. طيب غادي ناخذ سعيده من مراكش. اهلا وسهلا سعيده. سعيدة، السلام عليكم اختي، كنسمعك. اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. كي دايره انت؟ لاباس عليك الحمد لله. شنو سؤالك سعيدة؟ الحمد لله اختي، كنسمعك. السؤال ديالي عندي الكلف في وجهي، ديما كنبغيت نعيط لكم ولكن ما شدت ليا الخب. راه تبعت الدكتور عماد، درت العسل الحور، ثلاثة معالق العسل الحور، ودرت معلقة تاع القرقوم، ودرت مع معلقة تاع الزيت ثانية، ولكن ما عطات لي حتى شي نتيجة. شحال معلقة؟ اش معلقة؟ معلقة صغيرة ياك؟ معلقة، ثلاثة المعالق صغار ديال العسل ياك؟ ثلاثة المعالق ديال العسل الحور، ولكن صغار عندي، ولكن واش اللون ديالو مغلوق؟ دابا غي جاوبيني، شحال ديال العسل الحور درتي؟ ثلاثة المعالق العسل الحور صغار؟ لا كبار. كبار هي؟ شنو آخر؟ المعلقة الصغيرة ديال القرقوم ديال العود تحنتو على يديا، والمعلقة ديال الزيت السالمية. شحال درتي منها؟ شحال درتي بعدا الزيت السالمية؟ شحال درتي؟ وأصلا ماشي زيت السالمية. معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو، ماشي زيت سالمية. ماشي زيت سالمية. ما عرفتش نتيجة 4 شهور هذه، وأنا كنديرها وجهي راها أختي 25 عام دابا، فيا الكلف وجهي، فيا الكلف ندير شي بوماد. واخا واخا العسل، أش من عسل درتي؟ غير العسل الحر، واللون ديالو مغلوق. إذا ثلاثة المعالق كبار ديال العسل الحر. والمعلقة صغيرة ديال القرقوم العود، والمعلقة صغيرة ديال زيت سالمية. لا غديري زيت اللوز الحلو.
لان زيت السلميه ما غاديش تتفاعل مع هذه المواد هذه. ديما كان وديما كنقولها لكم، انا كنقول شوف الوصفه ما يمكن باش تنجح الا باش كنديروا المكونات كما هما كما كيعطيهم الدكتور عماد كما كيكونوا، لان هذوك هما المعايير العلميه، زائد اننا كنحترموا المقادير وكنحترموا حتى الوقت. لان منين الدار كيخص الدار نص ساعه وتصل، ولا درتي زيت السلميه فمشات، واش الكيكه غادي نديروها بلا بيض؟ ما يمكنش. الكيكه غنديروها بلا طحين؟ ما يمكنش. والكيكه الا مشي والكيكه الا درنا فيها اكثر من داك القياس ديال البيض ديالها ما غاديش تطلع الكيكه. داك الوصف ديالهم تديرهم بحال تقول لي هاد الزيت ديال الشعر وفقت ليا هذه اللي مخش يا مربع شو راه ديريها ان شاء الله. ديريها بزيت اللوز الحلو مع القص غير زيت اللوز الحلو في بلاصه زيت السلميه وغادي تعطيك نتيجه ان شاء الله. الله يرحمها ليك. مرحبا مرحبا. كنت عليا انا سنة اللي كنحمق عليها سنة الزعيم، اخت سنة الزعيم اللي كنكون معها الاثنين والثلاث مع ال11 في حديث ومغزل مع سنة الزعيم على راديو اصوات. كنطوني عليكم ديما كنتبع معكم. واخا لاله شكرا لك سعيده بزاف. مرحبا. وكنتمنى تقيدي الوصفه بطريقه صح. غادي ناخذ قاسمه من ضلبده، ولكن نقول بغيت نسولك دكتور عماد هذه المساله ديال الكلف شحال كتاخذ ديال الوقت، لانه هي سيده كتقول لك سنوات هو فيها الكلف، شحال كتاخذ وقت مده العلاج؟ فشوف الكلف هذه الوصفه دائما من كنهضر كنقول الوصفات الطبيعيه للمساعده، وصفات طبيعيه اللي كتحاول تتعاون فهمتي، لان الكلف الا كان قديم فكتعاون انه يبهات ما يبقاش داك اللون ديالو هكاك فونسي فهمتي. لان دائما كما كنقولوا حنا الطبيعه تساعد فهمتي. لا الطبيعه ما فيهاش كاين حوايج اللي كتكون بسيطه ملي كنكونوا في المراحل الاوليه كتعطي نتيجه، ولكن ملي كنوصل ما هو مزمن ما هو طويل ما هو خدا واحد الوقت كبير فاكيد ان الطبيعه هنا تساعد. طيب اوكي ناخذ قاسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك قاسمه على اصوات. الله يبارك فيك اختي كبيره، لاباس عليكم؟ كنشكركم بزاف. مرحبا لاله تفضلي. مزيان ملي عندي الحظ اليوم. مرحبا. بغيت اختي عندي شي جوج سؤالات للدكتور عمر. الله مرحبا اختي. مرحبا. انا عندي سميت على البشره ديالي دهنيه وكان عندي الحبوب، عندي حب شباب ملي كنت باقي صغيره وباقي لي هذوك الحفاري في الجناب ديال الحنك ديالو، عندهم فيه الحفاري وفيه مثلا شنو نقول لي سميتو رهيفه اللحم تاع وجهي رهيف شويه ما عرفت كيفاش. المهم هادشي اللي كاين. والسؤال الثاني الله يخليك، عندي التوتر بزاف، عندي سميتو المشكل في النوم كنعس بزاف. واخا نبداو بالتوتر، نبداو بالتوتر. شكرا الله يحفظك والاعصاب ولا ما عرفتش شنو هادشي، ديما كنبغي نتصل بكم كيتعنيش لاخاطي الله اليوم الحمد لله. مرحبا بكل فرح. شكرا الله يحفظك ديما تنصنت لكم. الله يحفظك شكرا. هذا هو الجواب. مرحبا تفضل دكتور عماد. نبداو بالتوتر. التوتر العصبي غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، معلقه صغيره ديال مرد الدوش، وثلاثه الوريقات ديال الويزه، كنخويو عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، كنصفيه وكنشربوه كل ليله وكنداوموا عليه يوميا حتى كنحسوا براسنا اننا ولينا كنرتاحوا ولا رجع لينا النوم الحاله الطبيعيه ديالو. اكيد هنا كنقولوا دائما للمساعده، ما تكونش حاله مرضيه او يكون هذا اضطرابات او شي حاجه اللي توتر عصبي كبير، اضطراب كبير، فهنا كذلك يخص واحد المرافقه طبيه. إذن هذا هو الجواب على التوتر العصبي. بالنسبه للاثار ديال الحبوب، اثار ديال الحبوب غادي ناخذوا ثلاثه المعالق كبار ديال الماء ديال الروز مسلوق، كنزيدوا لهم معلقه كبيره ديال الطين الاخضر لاغجيل فيغت، كنخلطوهم كنديروهم كماسك على البشره لمده ديال ثلث ساعه فقط وكنغسلوه. العمليه كنديروها ثلاثه المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. طيب واضح الامور. شكرا لك دكتور عماد. غادي ناخذ شامه من اسفي. اهلا وسهلا يا شامه. السلام عليكم. اش اخبارك؟ الله يحفظك. كيداير كلشي بخير؟ الحمد لله هشامه تفضلي. كيداير الدكتور كذا كاملين؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا بك. الله يجزيك بخير. نسولك واحد السؤال. اييه مرحبا. انا عندي واحد الكيس في الكلوه. اييه. الله يحفظك. كنت باغي الطبيب وعندي جوج قال لي هذيك الكبير وخلي الصغير، واش القضيه مزيانه ولا؟ شنو اللي حيدك الكبير؟ عندك جوج ديال لي كيست في الكلوه ديالك. الله يحفظك. جوج ديال الكيستات في الكلوه ديالك. وقال لك يحيد الكبير ويخلي الصغير. شوف الكيست الى شاف الطبيب او هذا السيد اللي كيتبع معك النيفرولوج الاختصاصي في الكلاوي شاف بان هذاك الكيست خصو يحيد فخصو يحيد، لان خصنا نعرفوا
بين الكلاوي هو من 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 الاعضاء ديال الحياه بحالو بحال الكبده بحال القلب اللي عندهم واحد الادوار الرئيسيه في الجسم ديالنا وخاصه الكلاوي. الكلاوي هي الصفايه ديال الدات، اذا الحفاظ عليها والحفاظ على السلامه ديالها مهمه جدا. اذا الطبيب الا قال لك خصو يتحيد فيتحيد، وان شاء الله راه الطريقه باش كيتحيد راه طريقه سهله، ولو طرق جديده ديال 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 الجراحه، وكاين في بعض الحالات اللي ما كتطلبش الجراحه كيكون غير بواحد المنظار يعني بواحد الكاميرا اللي كتدخل، المهم طرق جديده اللي كاينه في او باللازر في بعض الحالات. فالطبيب راهما عارفين هذه المساله هذه. غير هو انا علاش بغيت نسطر واحد ثلاثه ديال السطوره حمر، ممنوع الاعشاب الناس اللي عندهم الكلاوي. اي مشكل عندنا في الكلاوي، الرمله في الكلاوي، الحجره في الكلاوي، الكيست في الكلاوي، الكلاوي ما بقاوش كيخدموا مزيان، الكلاوي ما بقاش كيديروا داك الدور يعني الحيوي ديالهم. غير الطبيب هضرنا على الكلاوي، قلنا اي حاجه قالها لنا على الكلاوي نحيدوا الاعشاب، لان الاعشاب تقتل الكلاوي. طيب. فاللي كيكونوا يعني ما ماشي في صحه جيده. باش نتفاهم. طيب دكتور عماد غادي ناخذوا حسن معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم حسن. السلام عليكم الدكتور. مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك. عافاك بغيت نهضر مع الدكتور. مرحبا خويا. تفضل. الله يجزيك بخير. عندي سميتو العصر في المعده. وكطلع لي واحد سميتو واحد الكشكوشه ديال سميتو بحال الحموضه. اييه. ولكن كشكوشه. واخا قول لي الماكله ديالك كتاكلها فوقتها ولا عندك مخربقه الماكله؟ على حسب كل مره هكاك يعني مع بحكم العمل بحكم بنادم كيتحرك كل ساعه فوقاش كياكل فتاه هذه كتعطي هذا المشكل. كتعصب شويه كتوتر؟ كنت دابا ماشي بزاف ياك حيت العصب حتى هو كيعطينا هذه الافرازات المفرطه ديال هذا الحمض اللي كيكون عندنا في المعده. واخا اذا ناخذوا هذه الوصفه هذه الاعصاب في المعده، إذن غادي ناخذوا فيها الخروب مطحون. إيه. النبق مطحون. إيه. الزعتر مطحون. الزعتر. إيه. والباديان مطحون. باديان. كتعجبني هذه الوصفة لأن كتكون شاملة. غادي ناخذوا نص ربعة من كل حاجة. إيه. كنغربلوها كنخلطوهم. كنغربلوهم في الغربة الرقيق ديال الحنة. إيه. وهذاك هذاك الغبره اللي غربلنا كنديروها في شي بواطه اللي كنسدوها مزيان ما كنخليوش تدخل لها الرطوبه. كتولي كتاخذ نص معلقه صغيره. اييه. كتشربها بالماء. نص ساعه. المسخون ولا الماء عادي؟ الماء عادي بحال كيما كتشرب الدواء غادي تشرب بهذه الطريقه. تاخذ نص معلقه صغيره من هذا المحلوق من هذه الغبره غاديرها في فمك وتشربها بالماء نص ساعه بعد الفطور، نص ساعه بعد الغداء، ونص ساعه بعد العشاء، وغادي تداوم عليها مده ديال 3 شهور وان شاء الله الامور تكون بخير. الله يجزيك بخير سي دكتور. مرحبا هذا واجب اخويا. اهلا وسهلا. طيشه في الجميع وغادي نوصلوا من بعد هذا الفاصل موسيقي. خليكم على اصوات. دائما على راديو اصوات ومباشره برنامجكم لكل اسره، ودائما مع الدكتور عماد ميزاف. مرحبا بكم باش تواصلوا معنا 0522 77 24 24 او لا صفحتنا الرسميه عبر الفيسبوك لكل اسره. فمرحبا بكم دائما على راديو اصوات. سكينه كتسول دكتور عماد قالت لك عندها مشكل ديال النزيف في اللثه مع الرائحه كريهه في الفم. النزيف ديال اللثه كنا قلنا بانه عنده يعني بزاف الاسباب اللي ممكن تعطينا النزيف ديال اللثه، خاصه فقر الدم. اكيد فقر الدم وغير. هنا دابا عطاتنا واحد الانديس، عطاتنا واحد الاشاره اللي هو الرائحه الكريهه. اذا هنا كاين تعفن بكتيري هو اللي كياكل هذاك اللثه ديالها. فانا ضروري خصك تمشي عند الطبيب ديال السنان ياك. تمشي لان بزاف ديال الناس كتسال كتقول دائما كنهضروا سير عند الطبيب ولا سير عند الطبيب، علاش ما كنعطيوش وصفات الطبيب؟ لا، احنا الهدف هو التوجيه، اننا خصنا نلقاو هذا المشكل كيفاش نحلوه. كانت نباتات طبيعيه كتحل مرحبا راه تعاون، ولكن في بعض الحالات ملي كيكونوا تعفنات كيكون امراض مزمنه، فهنا ضروري خص الانسان يمشي عند الطبيب. لان وصلنا للمرحله ديال ان الدم كيخرج، وصلنا للمرحله التي هي اخطر ان الرائحه الكريهه ولات في الفم. اذا هذه البكتيريا كيخصها واحد المضادات حيويه خاصه، كيخصها واحد العلاج ديال الاسنان خاص باش كنحيدوا هذا المشكل هذا. طيب غادي ناخذ السؤال ديال فاطمه معنا من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم فاطمه. السلام عليكم. السلام كيداير لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. مرحبا اول مره دويت معكم ياك كاع لاباس عليكم. الحمد لله. مرحبا بك. الحمد لله. بغيت نسولك الدر المعده كيجيني فيها بحال كطلع عليا بحال كشكوشه ديال الصابون.
وكتهضمش ليا دابا الماكله اللي كليتها كتعقب تطلع ليا. اييه واخا قولي لي كتعاني من شي مرض كتاخذي شي دواء؟ عندي طونسيون. هكاك عندي طونسيون. واخا الدواء ديال الطونسيون كيفاش كتاخذيه؟ كناخذ الدواء ديال الطونسيون ملي كنفطر كنشربو. يعني مورا الفطور؟ مورا الفطور. شحال تقريبا الوقت؟ وهكا نفطر وكنبقى واحد شويه كنشربو. ايوا شوف بعدا الدواء ديال كدير لي الدوخه في الراس. وهانتي شوفي دابا الدواء ديال الطونسيون ياك؟ هذه لي كل جميع الاخوان والاخوات اللي كيسمعونا. كناكلوا شويه وكنشربوا الدواء وكنكملوا الماكله ديالنا. ياك حيت ملي قلتي لي عندك هذه المشكله هذا ديال المعده فاللي فيه الكسكوشه وكيطلع الكسكوشه كاين الادويه اللي كيكونوا شويه مجهدين كناخذوهم على الجوع او كناخذوهم ما كناخذوهمش ما كنغلفوهمش بالماكله كيعطيونا هذا المشكل. فحاولي انك تاخذي كما قلنا تاكلي شويه الصباح وتشربي الدواء ديالك عاد تكملي الماكله ديالك يعني ديريه وسط الماكله. حيت دابا انا سمعتك قلتي الخروب والنبق. دابا اسمعيني انا غنوصلوا للوصفه دابا بعدا نقادوا بعد هذا المشكل هذا لانه واخا مثلا الوصفه الا كنتي كتاخذي الدواء بهذه الطريقه غادي ياثر لك على المعده. فهمنا كيتخاد وسط الماكله. بالنسبه للوصفه اللي عطيت ماشي مشكل ان لان الانسان ياخذها اللي عنده الضغط مرتفع ماشي مشكل لان ما عندها حتى شي علاقه بالضغط. ما عندها حتى شي علاقه بالضغط. لا قلنا النافع مطحون. قلتي النافع؟ النافع. الخروب مطحون. البق مطحون. النافع مطحون. والبادير مطحون. نخلطوا هاد المكونات كاملين وكنغربلوهم كنديروا نص معلقه صغيره يعني ملي كنغربلوهم كناخذوا نص معلقه صغيره كنشربوها بالماء وكناخذوا نص ساعه بعد الفطور بعد الغداء وبعد العشاء وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. يلا كنتمنى فاطمه تكوني قيتيها مزيان. غادي ناخذوا سميه معنا على الخط دائما على راديو اصوات. سميه السلام عليكم. السلام عليكم. اش اخبارك لاله لاباس؟ الله يبارك فيك كيداني لاباس عليكم؟ الحمد لله تفضلي. الحمد لله. عافاك دكتور عندي مشكل ديال البهد في عنقي. وما بقيتش لي حل دابا تقريبا من ورا الولاده ما عرفتش انا واش مع الولاده ولا مع الحمل. لا واش البهك ولا الكلف؟ لان انت الكلف تاعك كيكون. لا البهك في عنقي هو اللي كاين عندي. وشكون اللي قالها لك؟ الطبيب؟ الطبيب هو اللي قال لك ان عندك البهك؟ لا ما مشيتش عند الطبيب غير كيبان لي. وشحال هو عندك هذا البهك هذا؟ تقريبا عطيني المده. تقريبا شي 3 شهور. 3 شهور. فنعطيك وصفه ديال المساعده ياك غادي تستعمليها. وغادي يعني شهر الا ما عطاتكش النتيجه ضروري خصك تمشي عند الطبيب باش تشوفي المشكل فين كاين. لان كاين بعض الانواع ديال البهك اللي كيكونوا كياخذوا وقت وكيخصهم واحد العلاج داخلي يعني خص الانسان يشرب الدواء من الداخل عاد على برا. تفهمنا؟ اذا الوصفه ديالنا ديال البهك غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال زيت الكبريت. زيت الكبريت؟ ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت الزعتر. صافي 3 د المعالق كبار ديال زيت الخزامه. ايه ومعلقه كبيره ديال زيت اليزير. الله يجازيك بخير. وهادو غادي تخلطيهم مزيان وغديري بهم مساج في البلاصه اللي عندك فيها هذا المشكل ديال الباك واحد المساج ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق وتبقاي تباتي بها. صافي والصباح خذي الصباح غير القطن شويه ديال الماء سخون ودوزي على ديك البلاصه اللي دهنتي فيها هذاك الزيت وداومي عليها يوميا اختي. واخا سيدي شكرا. عافاك عندي واحد التساؤل اخر الله يجازيك بخير دكتور. مرحبا اختي. عندي مشكل ديال السكر ودابا كنت كناخذ قبل الانسولين في فتره الحمل. من ورا ما ولدت تخلعت ما قدرتش ناخذ الانسولين وانا كنرضع بنتي. حبست الدواء. واخا باش نتفاهموا الدواء حبستي راسك؟ حبست راسي. ولاش اختي؟ حبست راسي ما بغيتش نبقى ناخذ الانسولين والدواء. ولكن هو دابا انت دابا الخطر هذاك الخطر هذاك اختي لان ديجا بعدا انك كتدخلي للذات ديالك واحد القيمه ديال الانسولين معينه اذا ذاتك تعودات عليها. تفهمنا؟ اييه. ودابا بحال السكر ديالك ولا متعود على ذاك القيمه اللي كتدخلي للانسولين انت جيتي درتي حيدتي ذاك العبار اللي كان فهمتي حيدتي ذاك التوازن حيدتيه من الداس ديالك. دابا بحال كان عندك الميزان مقاد واش درتي انت جيتي حيدتي الانسولين اذا شنو ولا اضطرابات ومن بعد غادي تعاني منهم. اذا النصيحه اللي غننصحك ما تفكري في حتى شي حاجه اخرى اختي ترجعي عند الطبيب ديالك اللي عطاك الانسولين
ويعاود يتبع معك الحاله ويشوف ويعطيك تحاليل ويقدم معك الامور وما عندك مناش تخافي راه حتى المرضى كاينه خطوره على البنيته زعما حيت كترضعها واخا كترضع يا اختي شنو فين كاين المشكل على الانسولين اللي عندنا بدتنا كتاثر خمس زعما يسكو عليه ولكن هذا الشيء كنقول لك انا الانسولين والمضاعفات ديالها ما كتكونش على المرضعه فهمتي اش بغيت نقول لك واخا نعطيك مثال وهو عطاها لك وانت حامله كاع وهو في الداخل ديالك هو كياكل معاك وهو الدم ديالك كيدوز فيه فاش فهمتي اش بغيت نقول لك فما بالك ولا فيها البنيته الله يخليها لك وما بالك انك دابا كترضعيها يعني خارجيا دابا فهمتي دابا انا قربتك دابا كاع اكثر اذا كان طالع عندي السكر كاينه خطوره على البنيته لا ولا ما عندها حتى علاقه كيفاش واه خطور عليك انت خطور عليك انت فهمتي ولا خايفه على البنيه اكثر داك الشيء علاش ولا خايفه على البنيه اكثر واش كتثقي في خوك عماد اييه طبعا سير عند الطبيب عافاك سير عند الطبيب اللي عطاك الانسولين وغي قادة معاك وغتولي ديري الانسولين ديالك الا باقي عندك السكر والامور غادي ترجع ما كاين حتى شي مشكل صافي حيد لي حيد لي الانسولين غير لي كومبريمي ديال ماشي مشكل ما ياثروش عليك هو حيت هو غيعطيك اللي غيتماشى مع الرضاعه وا ما ناخذ عليك الاعشاب وكاين اللي هبط ليا غير السكر بلا ما نهضوا غتاخذ الاعشاب دابا شوف اسمي الدكتور عماد عطاك الجواب ما عاد كيما ديري بالاعشاب تبعي مع الطبيب ديالك ويكون الخير شكرا لك غادي ناخذ خديجه من الدار البيضاء ما بقاش الوقت بزاف السلام عليكم خديجه نعم في اقل من دقيقه عطيني السؤال ديالك ما بقاش الوقت اختي الله يرحم الوالدين بعدك على هذا الشيء اللي كديروا مرحبا لالا كنت خديت واحد الوصفه عند الدكتور فيها كان ولدي تيحب الشباب ودرت ليه كندير ليه ديال الطحين هذاك الطحين ديال الذره والرمان عصير الرمان والطين الابيض والطين الاخضر ودابا اختي عاد قرب يساليهم وباقي فيه شويه ديال ليطراس الله يعطيه الستر يعطيني شي وصفه اللي تحيد لي داك ليطراس الله يرحم الوالدين فما غنلقاوش ما احسن من الوصفه ديال المعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي معلقه صغيره الخرقوم بلدي وثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر ثلاثه المعالق ديال الكبار ديال كبار ثلاثه المعالق كبار ديال لا ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر اييه ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو تخلطيهم ليه مزيان وديرهم ماسك على الوجه ديالو يخليه نص ساعه ويغسلو العمليه غادي يعاودها ثلاثه يعني نهاريه ونهار لا صافي يداوم عليها 3 شهور شكرا لك خديجه الله يخليك الوليد شكرا لكم على تواصلكم معنا تحيه لك دكتور عماد مزاب بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يعني رقم فين يتواصلوا معك على الصفحه ديالك دكتور عماد على الصفحه الرسميه جرين فار على فيسبوك والرقم المهني 06 61 28 99 78 يعني 7 8 ماشي 9 8 وكاين الناس اللي كتعيط 9 8 ف7 8 شكرا دكتور عماد شكرا سيف الدين بلغيتي في الاخراج حنا برامجنا متواصله خليكم على اصوات بعض لحظات اخبار